المنتوجات البترولية يجعلها المزود الأساسي للمحروقات لمختلف جهات المملكة، علاوة على كونها تتوفر على قطاع صناعي متكامل مكون من مجموعة من الوحدات الإنتاجية المختلفة تنشط في قطاعات النسيج، صناعة البتروكيماوية والصناعات الغذائية، مما يساهم في امتصاص اليد العاملة ويبرورها لتكون في صدارة المدن الصناعية في المملكة. من جانب آخر، فإنما تتوفر عليه مدينة الزهور من مقومات سياحية جعلتها قبلة سياحية ذات صيت عالمي تؤهلها بتضافر جهود كافة الفاعلين والمتدخلين الاقتصاديين لأن تصبح وجهة سياحية واعية ورافدا من روافد التنمية المجانية وعنصرا حيوي لخلق فرص الشغل وقطاع واعد من شأنه جذب الاستثمارات العمومية والخاصة كذلك، مما سيمكن جهة من مقومات التأهيل والإقلاع الاقتصادي والاجتماعي. حضرة السيدة السادة، إن تحقيق التنمية المحلية وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة رهين بتفعيل المضامين العميقة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرابية إلى تقليص الفوارق الاجتماعية ومحاربة كافة أشكال الإقصاء ومختلف مظاهر الفقر والتهميش. وترجمة لهذه الأهداف، إن الجميع مدعوم إلى تهيئة كافة الطاقات وفق منهجية تشاركية تعتمد التنسيق والتشاور بين مختلف المتدخلين والفاعلين من أجل ذلك ممثل المجتمع المدني والمنتخبين بالشكل الذي يساعد على إبداع حلول واقعية وخطة عملية كفيلة بمواجهة المخلات الاجتماعية التي تواجهها بلادنا وتلبية حاجيات المواطنين. تسير بلادنا بخطى حثيثة نحو استثمار دولة الحق والمؤسسات وتوسيع ممارسات الحريات الفردية والجماعية بما فيه خدمة الوطن والمجتمع ككل، على اعتبار أن هذا الخيار يشكل أحد العوامل الأساسية للاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومما لا شك فيه أن تحقيق هذه الأهداف يفرض على مسؤول الإدارة الترابية تفعيل التدبير اليومي للمصالح العمومية والشؤون المحلية للسكان بفاعلية وشفافية والوقوف الميداني على مشاكل المواطنين في إطار متجانس مع منظومة إدارية لا ممكثة وفعالة وقادرة على التدبير الناجح وقواعد الحكامة الجيدة، كما يتعين على جميع المتدخلين في تدبير الشؤون المحلية تنسيق تدخلاتهم بما يضمن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والاقتراب من اهتمامات واحتياجات الفئات الفقيرة والمعوزة وتفعيل التضامن الاجتماعي القائم على الشراكة بين السلطات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص والنسيج الجمعوي، هذا دون إخفاء العالم القروي الذي يعتبر إحدى أولويات سياسة القرب من خلال الحث على تمكينه من التجهيزات والبنيات التحتية وتعميم الاستفادة من الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والصحة والتمدرس. انخراط المملكة المغربية ومساهمتها بشكل فعال في جهود الدولية بذولة لحماية حقوق الإنسان وضمان الحريات بوأ بلادنا مصاف الدول ذات المصداقية في هذا المجال، ولا يفوتني في هذا السياق الإشارة إلى ما تحمله المبادرة الملكية السامية في مجال الهجرة من أبعاد إنسانية واجتماعية وحقوقية، كذلك الوقائع الوطنية الجديدة ذات الصلة بالمهاجرين واللاجئين، حيث انتقل المغرب من وضع بلد مصدر للهجرة أو بلد بالعبور إلى بلد مستقل للهجرة. حضرة السيدة السادة، من تعيين السيد علي سامي الشقاف عاملا على عمالة محمدية يقوم على اعتبارات أساسية تتمثل في حنكته والخبرة التي اكتسبها في مشواره الإداري، وهو ما أهله لنيل الثقة المولوة الغالية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياه. ما أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل للسيدة فوزية المنصار على الخدمات التي أسدت العمالة وأتمنى لها التوفيق في حياتها المقبلة إن شاء الله. كما أود بهذه المناسبة أن أهيب بكافة سكان عمالة محمدية والمنتخبين والأطر الإدارية والتقنية وفعاليات المجتمع المدني للانخراط في العمل إلى جانب العامل الجديد للرقي بهذه العمالة وساكنتها. وفقنا الله لما فيه خير بلادنا
فنقول جميعا على حسن ظن امير المؤمنين صاحب الجلاله ان محمد السادس صلى الله عليه وسلم ابقى الله مولانا الامام دخلا وملاذا لهذه الامه وحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم واقر عينه بولي عهد صاحب السمو الملك الامير الجليل مولاي الحسن وشد اثره بسمو السعيد صاحب السمو الملك الامير مراشد وبسائر افراد اسره الملكيه الشريفه انه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ونتمنى من الله العزيز القدير أن يوفقنا حتى نكون عند حسن ظن صاحب الجلالة محمد السادس نصر الله وشكرا. شكرا جزيلا.